صباح الخير يا أصحابنا الحلوين. النهاردة سمعنا مع برنامجنا كيد باور. النهاردة شخصيتنا حلوة قوي، كل الناس بتحبها وأنا كمان بحبها. رحبوا معايا روبونتل. هاي جونيار، عاملة ايه؟ كويس. ازاي شعرك طويل قوي كده؟ ازاي شعري طويل قوي كده؟ زمان كان في وردة، الساحرة الشريرة كانت زرعاها. الوردة دي أنا لما مامتي وهي حامل فيا تعبت، فهم جابوا لها الوردة السحرية دي عشان تشفيها، فمامتي ساعتها اتشفت، ولما أنا اتولدت بقى شعري طويل وسحري. ماشي. ممكن تحكي لنا عن ماكسيموس لما كل التفاح كله؟ هو كان بياكل تفاح كتير، كان بيحبه قوي. انا كنت بحبه، كنت كل يوم بجيب له تفاح، وهو كان بيساعدني كتير، وهو اللي ساعدني عشان اهرب من الساحره الشريره لما كانت حبساني في القصر بتاعها. طب ممكن تحكي لي عن الحربيه لما انت جيتي ازاي دموعك خففت جي؟ بعد ما شعري ما اتقص والسحر راح منه، انا ما كنتش عارفه ان دموعي كمان هيكون فيها سحر. هو لما مات انا كنت بعيط عليه، فالدموع نزلت من عيني على وشه فخففته. طب ممكن تحكي لنا عن الحربيه لما جت جبت شعرك وموت موت الساحرة الشريرة؟ الحرباية باسكال دي صاحبتي من واحنا صغيرين، كانت على طول معايا وساعدتني كتير، وهي برضو اللي انقذتني لما الساحرة الشريرة كانت عايزة تموتني، هي زقتها ودلقتها من الشباك. شكرا ان انت جيتي هنا وعرفت حاجات عني كتير. وباي باي. باي باي. Thank you.